بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. همستنا النهاردة عن المحبة. المحبة هي الله، الله محبة، هي أعظم وصاياه، فيها كل وصاياه، طوق نجاة بينقذ كل الخطاة، ملح ونور للحياة. المحبة أهم حاجة، من غير المحبة الحياة ملهاش لازمة. الواحد بيعيش بالحب، من غير محبة هيعيش ليه؟ علشان كده ما أجمل الناس اللي عايشين بين الناس حب. والرب يسوع قال كلمة، قال وصية جديدة أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا. يا رب دي مش وصية جديدة، دي وصية قديمة من زمان، انت قايل كده في العهد القديم. ليه يا رب قلت وصية جديدة؟ قال أكمل لكم الآية، وصية جديدة أعطيكم تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. شوفوا المحبة بتاعتي ليكوا إيه، وحبوا أنتوا بعضيكوا. من الكلمات الحلوة اللي الواحد قراها إن إحنا بنصلي من أجل بعض، عايشين مع بعض، بس هيجي الوقت اللي نصلي فيه على بعض، يعني هيجي الوقت اللي واحد مننا ينتقل، فما نضايقش بعض ونحب بعض، نخدم بعض. اخدم الكل مهما يكون، من أي جنس أو دين أو لون. خلي مثلك هو الله، ابذل نفسك عن الخطاة. دي المحبة، دي أعظم وصاياه. المحبة هي اللي هتخلينا نوصل للسماء، لأن ربنا هيحاسبنا على أعمالنا بمقدار ما فيها من حب. صمنا، صلينا، عطينا من مالنا، انت بتقدم ده بحب هيبقى مقبول، من غير حب هيبقى مرفوض. واخر حاجة اختم بيها كلامي، يا ريت تبقى محبتنا زي محبة الله لينا، محبة بالرغم من، مش محبة لأن. احنا كلنا بنحب لأن، انا بحبك، انا بحبك علشان انت بتحبيني وعشان انت بتحبني. إنما مين اللي بيحب بالرغم من الإساءة والتجريح؟ عشان كده قال لنا السيد المسيح، حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.